سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل عدم فتح فيسبوك على الهاتف. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، ثم اضغط هنا على تطبيقات، ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على فيسبوك خاص بكم، سوف نضغط هنا على إيقاف الإجباري، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، سوف نضغط هنا على مكان التخزين، سوف نضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف وإعادة تشغيل واي فاي خاص بكم. بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن فيسبوك خاص بكم. سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم فيس. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديو القادم إن شاء الله.